السلام عليكم ورحمة الله. أزور في اللون. عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية السابق موجود حاليا تحت الإقامة الجبرية، هو والعائلة دياله، العائلة دياله يعني أخته أخوه ناصر اللي هما عايشين معه. هذا ما قاله البارح سعيد بوتفليقة أثناء المحاكمة ديالو اللي جرات في المحكمة العسكرية في البليدة. وسعيد بوتفليقة قال تاني باللي خوه راهو يملك كل قواه العقلية، il est en possession de toutes ses facultés mentales، وطلب مام باش يجيبو خوه يحضروه، لأن يقول أن خوه هو اللي مسؤول على كل ما يحدث في البلاد لما كان رئيس. والكلام هذا كان قالوا ثاني أثناء المحاكمة تاع الاستئناف، وين قال لهم الإقامة تاع خوه في زرالدا تبعد ب 35 كيلومتر على المحكمة العسكرية، كل 20 دقيقة ويوصل، جيبوه وسألوه. ولكن الشيء اللي لاحظوه انه ولا واحد فكر يقول نجيب عبد العزيز بوتفليقة على الاقل كشاهد وليس كمسؤول وليس كمتهم. وعلاش هذا التعتيم؟ وعلاش ما تجيبوش بوتفليقة للمحكمة؟ من المفروض يتحاكم بوتفليقة، يتحاكم، ماشي كما هذا الخروط اللي داروا في المحكمة العسكرية، محاكمة تاع الصح. ولكن للأسف ما عندناش عدالة، هذا هو المشكل، ما كانش عدالة في الجزائر، وما كانش ربع شبه راجل في العدالة الجزائرية، ربع شبه راجل ما كانش، ما شفناش واحد مثلا من عدالة اللي قال خويا أنا أستقي فيها بركة. ماشي اللي صرا البارح في البليدة، يعني العدالة العسكرية أدانت نفسها بنفسها، سي دينونسي إل ميم، سي أوتو دينونسي سيت جوستيس ميليتار. لما نفس المحكمة تجي تحكم على ناس ب 15 سنة حبس وتزيد تعاود في الاستئناف وتأيد الحكم، ومن بعد تجي وتقول لك ما كان صرا والو، تقول لي تغير التشكيلة تمسخرو بينا، يا وتغير التشكيلة ما تغيرش، القرارات تجي من الفوق. البراءة البارح كانت باينة تولول، وتكلمنا عليها وقلت بليهم خارجين براءة، وقلت بلي زوج راح يقعدوا في الحبس. سعيد بوتفليقة راجعوا ارجعوا الى التسجيلات اللي درتهم، سعيد بوتفليقة وطرطاكي بقاو في الحبس، والحكايه كلها مدايره على جال التوفيق باش يخرجوه، يخرجوه بقوه القانون. يعني صارت العداله الجزائريه والجزائر كلها راهينه مزاج رجل، نفحت رجل، يجي القايد صالح يحب يدخل الحبس يدخل، يجي الشنقله يحب يخرج يخرج. هكذا هاي ليك تشردوا الجزائر، يزون لا ريدوي لالجيري ا اون بورسيون بعد دو فروماج ولا دو جو سي كوا على ميرسي دو جينيرو دون لو نيفو بوليتيك، جو بارلي لو نيفو بوليتيك إتو رادي باكريت، واش مستوى سياسي عندو شنقريحة، وقتاش مارس السياسة وعرف واش السياسة، حياتو كاع في ليزونتي ميليتار، ولا اليوم يلعب بلا جوستيس ويلعب بالسياسة ويلعب كذا ومنا ويسيطر على رئيس جمهورية. راجل خرج من لو نيو، خرج من لا شيء، كان لا شيء هذا شنقريحة، واليوم قاعدين يخيطوا ويتكتكوا ويبرمجوا
وكان او موان جاو يعرفوا النتيجه اللي رايحين لها. ما يعرفوش النتيجه اللي رايحين لها. لو كان دولة قانون تجيب عبد العزيز بوتفليقه وحاكمه، لانه في عهده 20 سنة الرشوة بالغدروتها في الجزائر. يعني الجزائر ولات دولة فويوات ولا دولة صعاليك. جيب حاكمه على دي توفيق، جيب حاكمه على الملفات تاع الرشوة اللي كان ساكت عليهم، يقول لك أنايا بديت نحارب في الرشوة. أبدا، توفيق كان يساعد كان يشجع في الرشوة. عمار سعيداني يقول لهم أعطيتو الملف، علاش ما تعيش لعمار سعيداني تقول انت منين جاوك 600,000 يورو باش تشري ابارتمون في نويي؟ الناس تخرج في الدراهم للخارج وهو ساكت ويشوف. صاحبو نزاري خرج في الدراهم يسرق في الدراهم وهو كان يشوف. شركات وهمية تأسس شركة منا وهو كان يشوف. توفيق كان المسؤول الثاني بعد بوتفليقة على تفشي الرشوة والفساد في الجزائر. تحسب على هذو اليوم ماشي يديروا، يجوا يغرقوا على بوتفليقه ما يخلوش يخرج، لانه حتى ما يخرج راح يكتشفهم لانهم هما مشاركين كلهم شركاء. وعلاش راح تقولي تبوا ما هو الشريك في الفساد؟ او قضيه تريد تكفي الرشوة اللي ضرب فيها كي كان في السكن ربي يعلم بها، واللي دارين بيهم الكل اليوم مازالوا ركائز نظام بوتفليقة موجودين، مازالوا تعليل تحت لتحت موجودين، تعال خلف الريدو موجودين. تدي الراجل اون ريزيدونس سيرفيي تحت الإقامة الجبرية ما تحاكموش وما تعلنش، اما اطلقوا وخلي راجل ترونكيل، اما حاكموا، اما نص نص لا، لانكم كلكم فيكم الدخ كما يقولوا عندنا، فيكم الدخ مسخين، كلكم مسخين، ما كانش واحد فيكم نظيف. ونضيف ما يعيشش معاكم، نضيف ما يعيشش معاكم. الله يقدر الخير لبلادنا، وبعد ما ولاو كاع ان شاء الله يروحوا كاع. السلام عليكم ورحمه الله.